بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هنكمل باقي كورس بي اتش بي ابلكيشن مانسترز بتاعنا، واللي هنعرف فيه ازاي نكون سوفت وير انجينيرنج محترفين جدا في البي اتش بي. النهارده بإذن الله هنكمل ازاي البي اتش بي ابلكيشن ورك، تمام؟ ازاي البي اتش بي يعني ابلكيشن بتاعنا بيشتغل، عشان احنا اتفقنا ان احنا هنقلل المصطلحات الانجليزي ونتكلم شوية عربي، او اي حاجة انجليزي هنقولها هنترجمها عربي. وخليني اقول لك ان انا ما مسحتش الرسمه بتاعت المره اللي فاتت لسبب كويس جدا. طيب دي شفناها البي اتش بي اللي بتعمله، صح؟ طيب التطبيقات بقى الويب التقليديه اللي احنا اتكلمنا عنها بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده، تطبيقات الويب العاديه بتعمل حاجه لطيفه جدا. اول ما البراوزر على طول يبتدي ان هو يطلب اوردر على طول من الويب سيرفر، هتيجي تقف هنا تقول لي ويب سيرفر ايه ده؟ بص هنا، ويب سيرفر جوه السيرفر. طيب هنا بص، في سيرفر جواه ابلكيشن سيرفر، والابلكيشن سيرفر جواه الويب ابلكيشن. هقول لك ما هو ده تحديدا اللي انا عايز اقوله لك، ان هنا الابلكيشن سيرفر او الخادم الخاص بالابلكيشن بتاعنا او الخاص بالتطبيق بتاعنا، خلينا نقول ان هو بالمصطلح البسيط جدا عندنا هنا بيشتغل زي الويب سيرفر، يعني هو اللي بيترجم كل حاجه، هو اللي بيعمل كل حاجه، وهو اللي بيشتغل في كل حاجه. مش زي هنا، هنا الويب سيرفر وسيط بينادي البي اتش بي وياخد الاوتبوت يرجعه، هنا مفيش الكلام ده، هو اللي بيعمل الاثنين، اللي بيترجم واللي بيبتدي ان هو كمان يبقى يعني يرجع الاوتبوت او الريسبونس وكل الكلام ده. وعايز اقول لك ان هو اصلا بيكون جوه السيرفر، فالموضوع هنا بيكون مريب جدا، تمام؟ لان هو اكتر من ويب ابلكيشن بيكون كمان جواه، يعني اكتر من تطبيق ويب بيكون جواه. طيب فهنا في مشكلة برضو لطيفة جدا هتواجهني، ان الاب سيرفر هو الويب سيرفر، يعني اي ريكويست انت هتعملها، سواء الريكويست دي للويب ابلكيشن عادية خالص، او سواء مثلا انت هتطلب ملف او اي حاجة، صورة او حاجة، فهنا مفيش وسيط زي البي اتش بي هيروح ينادي ويرجع، لا ده هنا على طول هو الويب ابلكيشن، هو جوه الابلكيشن سيرفر، هو كلهم جوه السيرفر، تمام؟ وعايز اقول لك ان دي اصلا من الفروقات اللي بيقولوا عليها داينامكس او التكنيكال او الديناميكيه في طريقه التعامل، تمام؟ ليه طيب؟ عشان الاساسيات دي او الفروقات دي بتقع في الاساسيات بتاعه اللغات، يعني دي في الحاجه الاساسيه نفسها بتاعه الابلكيشن. احنا مش بنتكلم عن لغه، نتكلم بقى عن الابلكيشنز بين البي اتش بي والبي اتش بي ابلكيشنز يعني، وبين تطبيقات الويب التقليديه، تمام؟ ودي مهمه جدا، علشان زي ما قلت لك بتغير، تمام، القصة خالص. يعني القصة هنا كانت ماشية بطريقة، وهنا مشيت بالطريقة دي خالص، وكل واحدة من دول بتستدعيك تعمل حاجة في الكود بتاعك علشان ما تقعش في شوية مشاكل. طب والنبي عم محمود قول لي كده مثال في الموضوع ده. هقول لك بص، على سبيل المثال هنا انت تقدر تعدل ملف في البي اتش بي، وبعد كده الويب سيرفر يناديه تاني ويعمل له كومبايل او يعمل له انتربريت، ايا يكن القصه اللي احنا هنتكلم فيها قدام، وبعد كده يرجع الاوتبوت وخلاص، فاقدر اون ذا فلاي كده اغير الدنيا، تمام، واشوف التعديلات على الملف ده بعيني. عكس خالص التطبيقات الويب العاديه اللي بيتم، او التقليديه اللي بيتم فيها، تمام، ان انت ما تعدلش في اي حاجه، وغالبا بيخليك بس تعدل في التمبلت، تمام، او الهيكل الخارجي كده واون ذا فلاي كمان، اللي هو النموذج اللي بتحط فيه بس الكود بتاعك، بس اي تعديلات تاني لازم ترستر الابلكيشن اللي هو اصلا الابلكيشن سيرفر، اللي جوه اصلا الابلكيشن سيرفر، اللي هو حاجه كده كومبليكيتد ومعقده قوي، اللي هو في كل ما انت تيجي تستخدم البروجرامنج لانجويج دي، تمام، بيتم الموضوع بطريقه معقده شويه، تمام، وده يعني سائر الحال مع الكومبايلد لانجويج يعني، او اللغات المجمعه، واحنا طبعا لسه هنتكلم في الموضوع ده، تمام. ده معناه كمان ان هو مش من السهل ان انت تعمل تعديلات زي ما قلنا، بس انت فاكر ان ده الاختلاف الوحيد، ان انا اعرف اعمل تعديلات هنا ومعرفش اعمل تعديلات هنا؟ لا، الموضوع اعمق من كده بكتير. طيب ليه اعمق من كده؟ عندي حاجه اسمها ميموري مانجمنت، والميموري مانجمنت هنا معناها اداره الذاكره. طيب لو انت سالت اي حد شغال على البي اتش بي ابلكيشنز وقلت له انت امتى اخر مره اشتغلت على حاجه اسمها اداره الذاكره او الميموري مانجمنت مثلا، او اضطريت ان انت تدير الذاكره جوه البي اتش بي، هيقول لك ايه ده، انا مش فاكر حاجه زي كده اصلا، وما عملتش حاجه قبل كده زي دي، ما اشتغلتش على اداره الذاكره في البي اتش بي. لان اصلا الاجابه هنا ان احنا ما بنعملش ده حقيقي،
تمام. احنا بس بنعمل حاجة بسيطة جدا، ان احنا لما بنواجه مشكلة في الذاكرة، ان هو مثلا الذاكرة خرجت عن الحد الاستخدام الطبيعي بتاعها، فبيجي لنا ايه اوت اوف ميموري ايرور. تمام. وغالبا اول ما ببتدي اواجه الايرور ده، اقوم داخل مزود ايه الاستخدام الذاكرة بتاع بي اتش بي الليميت بتاعها. تمام. وبعد كده انا كده خلاص ببتدي اموف اون، وابتدي ان انا اكمل الشغل بتاعي وخلاص يعني. بس في حبة طبعا بروجرامرز سكيلد يعني موهوبين وكويسين جدا، بيبتدوا ان هم يحاولوا يقللوا استخدام الميموري من الكود بتاعهم، يعني يخلي الكود بتاعهم ما يستخدمش ايه ميموري كتير. خلينا نقول على سبيل المثال حاجة زي الـ XML. تمام. بيكون كبير جدا، ملف كبير جدا كده، فبضطر ان انا اجيب له ايه، اجيب له الريدر بتاعه او القارئ بتاعه، وابتدي ان انا اخد منه الاوت بوت. ما بتعاملش انا ايه معاك علشان الدنيا ما تمشيش، وده مثال ايه بسيط كده ملناش دعوه بيه. تمام. فاذا دي حاجه عظيمه جدا، ان انا هنا ما بضطرش ادير الذاكره قوي يعني، وما بضطرش ان انا ابتدي اتعامل معاها واحده واحده. طيب ده ليه؟ هقول لك، علشان انت ما بتواجهش إدارة الذاكرة أو مشاكل الذاكرة، مش معنى كده إن هي مش موجودة. تمام. عندي مشكلة كبيرة جدا اسمها ميموري ليكس، والميموري ليكس هنا معناها تسريب الذاكرة، أو إن الذاكرة بتبتدي إن هي تتسرب. تمام. بس أنا مش فاكر بداية من إن أنا استخدمت بي اتش بي إن أنا أصلا واجهت حاجة زي دي قبل كده، لأن الميموري ليكس أو تسريب الذاكرة نتيجة الاستخدام أو الإدارة الخاطئة للذاكرة، وزي ما أنا ما بقدرش الذاكرة فأنا مش هواجه تسريب. تمام. فاصلا ما بتطلعليش الايرور اللي انا قلت لك عليه فوق ده. طيب ده بيحصل لما انت بيبتدي ان يحصل حاجه اسمها بيرسيست داتا. البيرسيست داتا معناها استمرار البيانات، بيرسيست داتا ان ميموري او استمرار البيانات في الذاكره. والمصطلح ده معناه ان الذاكره على طول ما بتواجهش تنظيف او ما بيتعملهاش كلير. تمام. اول ما انت بتنتهي من الداتا، يعني بتفضل الداتا مستمره فيها، دوت معناه كمان ان الميموري ليكس او تسريب الذاكره امر نادر تماما مع البي اتش بي ابلكيشن، علشان هو سكريبت اصلا بيرن الحاجه وبعد كده يعمل لها ترمينيت، او بعد كده يعمل لها حذف او مسح، او زي ما بيقولوا نصيا كده باللغه العربيه بيعمل لها انتهاء، بيترمنها. تمام. احنا بنعرب الانجليش يعني. تمام. اول ما يبتدي ان هو يترمنها، البي اتش بي على طول بتكلير الميموري اللي احنا استخدمناها بالسكريبت. تمام. وبتعمل لها ريسيت كمان، وده اللي بيمنع ان كل البي اتش بي ابلكيشن او اغلبيتها ان هي تحاول ان هي تواجه اصلا ميموري ليكس بروبلم، او تواجه مشكله تسريب الذاكره. بس ده مش الحال مع الايه، مع تطبيقات الويب التقليديه العاديه خالص اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول. بدايه من الابلكيشن، اول جزء فيه اللي هو الويب سيرفر، يبدا ان هو يشتغل، ونظرا لان الويب ابلكيشن هو جوه جزء اصلا من الابلكيشن سيرفر، فده حوار كبير قوي. اول ما انت بتعمل ترمينيت، تمام، للشغل اللي كان شغال. تمام. بس ثانيه واحده، انا ما ينفعش اصلا اعمل ترمينيت، عارف ليه؟ لان زي ما قلت الابلكيشن جزء من الابلكيشن سيرفر، فما فيش عمليه ترمينيت بتحصل. هتقول لي ايه ده، امال ايه اللي بيحصل؟ اقول لك، انا علشان اكلير الذاكره لازم اراستر الويب سيرفر اصلا نفسه، اللي هو الابلكيشن سيرفر اصلا، وده ما بيحصلش. تمام. واللي المفروض انه ما يحصلش، انا من امتى اصلا بضطر ان انا كل شويه راستر الابلكيشن سيرفر بتاعي؟ انا ما بفتكرش ان انا براستر الويب ابلكيشن بتاعي، قصدي الويب سيرفر بتاعي، غير لما بعمل تعديلات. فلنفترض حاجه زي الاباتشي مثلا، تعديلات في ملف بي اتش بي اي ان اي وحوارات كبيره كده يعني. لكن انا مش عشان تعديل في الويب ابلكيشن في الملفات بتاعتي اروح راستر الويب سيرفر. تمام. ده معناه بقى استمراريه في الداتا في الايه، في الميموري، ومعنى استمراريه في الداتا ان في تسريبات في الليكس. تمام. تسريبات ليكس في الميموري او تسريبات في الميموري. تمام. وده بيكون شائع جدا جدا جدا. تمام. في الايه، في التطبيقات الويب التقليديه. يعني علشان انا انظف الذاكره، فلنفترض ان انا عندي ذاكره، طيب مش الرسمه دي مش تبعنا، فلنفترض ان انا، لا انا عندي شويه ذاكره كده عايز ان انا اخزنهم، فيهم حبه حاجات كده ان انا احطها. فقال لك لا، ده ما ينفعش، الذاكره اللي عندك دي ما ينفعش ان انا اتعامل معاها. تمام. طب ليه ما ينفعش تتعامل معاها؟ قال لك عشان تتعامل معاها وتنظفها، فنفترض ان عندي 3 مخازن ذاكره، انت لازم والله يا ابن الناس ترستر لي الابلكيشن سيرفر كله. تقول له بس الابلكيشن سيرفر اصلا جواه الويب ابلكيشن. قال لك يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني انا لازم ارستر كل حاجه كده. قال لك رستر.
طيب ما هو ده ما ينفعش يحصل، ما ينفعش يحصل يبقى خلاص، طالما ما ينفعش يحصل يبقى انت تضطر تعمل حاجة، تسيبه زي ما هو كده، وطالما سبته زي ما هو ده هيؤدي وصولا لتسريب الايه؟ الذاكرة. مش عارف تسريب الذاكرة نعبر عنه بايه، بس نعمل الحكاية دي كده، تمام؟ ان هي الذاكرة بتتسرب، تمام؟ ويبتدي ان الموضوع يبتدي بقى ياخدك لقصة تانية خالص. طيب القصة التانية دي ان انت اول ما بتواجه مشكلة زي كده في التطبيقات الويب العادية بياخدك لحاجة اسمها real consequence او العواقب الوخيمة، تمام؟ طيب العواقب الوخيمة دي بقى ان انت لو ما رسترتش وحصل تسريب للذاكرة زي ما قلت لك، وميموري عملت اوت، طلعت لك ايرور اوت اوف ميموري، تمام؟ في نقطة ما ده اول ما بيحصل الابليكيشن سيرفر هيبتدي انه يحصل له كراش، تمام؟ يعني ايه كراش؟ يعني يبتدي ان هو يتدمر تماما. طيب اول ما يبتدي ان هو يحصل له كراش، فساعتها انت بتتكلم هنا عن الابليكيشن معاه، صح؟ ما هو الابليكيشن جواه، فبيبتدي ان هو ياخد الابليكيشن بتاعك معاه، تمام؟ فالدنيا هنا ابتدت ان هي تبوظ وابتدت ان هي تقع، فالموضوع خالص يعني يبتدي ان هو شبه مستحيل. طب انا هرستر ولا هسيب ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ وساعتها طبعا بيديروها بطريقه معينه والدنيا بتمشي بطريقه معينه ويبتدي ان الدنيا تمشي معاهم طبعا. وده السبب اللي احنا لما بنخش على حاجه فيها اي سي بي دوت نت او الكلام ده بتبتدي ان هي الدنيا تبوظ. طب كلمني معلش كده عن الداتا بيرسيستنس او موضوع استمراريه الذاكره ده بشكل سريع كده عشان اقدر استوعب الموضوع. احب اقول لك ان مش ده الحاجة الوحيدة المميزة. ليه؟ هقول لك. خلينا واضحين ان تسريب الذاكرة ميزة في البي اتش بي وما تخليهاش تواجهها المشاكل بتاعت البروبلم بتاعتها والكلام ده، بس زي ما قلت لك ده مش الجانب الوحيد المميز فيها، ومش ده الجانب الوحيد في الميموري مانجمنت او ادارة الذاكرة اللي بيخلينا فخورين كمان بالبي اتش بي. لا، عايز اقول لك ان البي اتش بي اصلا كميزة من المميزات بتاعتها هي، تمام، doesn't have any built-in way to persist data in memory. يعني ايه؟ ما عندهاش طريقة اصلا جواها، تمام، تدعم استمرارية الداتا، تمام؟ وده اللي بيخلي استخدامها للداتا للميموري بسيط جدا وبتستخدم حاجات بسيطة جدا، فبيخلي اصلا تسريب الذاكرة ده نادرا جدا جدا ما بيحدث، تمام؟ طيب تخيل، يعني تخيلنا كده ان احنا عندي اتنين ريكويست، الريكويست الاولى ماشيه كده والريكويست التانيه ماشيه تحتها بنفس النظام، فخليني اكتب عليها ريكويست 1، تمام؟ وخليني امشي ماشي، معلش معلش، نمسك دي كده ونعملها ريكويست 2، تمام؟ انا لو عندي الاتنين ريكويست دول ماشيين بنفس الطريقه دي، تمام، فاول حاجه هتشتغل مع البي اتش بي سكريبت ان هو يبتدي يعمل العمليه اللي احنا قلنا عليها تحت الريد والبارس اكسكيوت والكلام ده. بس عايز اقول لك حاجه بسيطه هنا، اول واحده دي هتروح هنا للميموري، تمام؟ فاول ما تروح للميموري دي تقول لها بص انا عندي شغل 1 2 3، ويبتدي ان هم ايه يشتغلوا مع بعض على طول. يعني هنا الميموري دي ام مثلا، ام دي نسبة للميموري، والله راحت واشتغلت وخلصت الشغل بتاعها، تمام؟ دي بقى راحت علشان تخلص الموضوع ده، تمام؟ فراحت لقت الميموري دي بعد ما كانت مليانة بطريقة ما، خلينا نعمل مليانة كده يعني، تمام؟ بعد ما كانت مليانة بطريقة ما راحت لها الريكوست 2 لقيتها فاضية. خلاص يبقى الميموري 1 أو الميموري في الحالة الأولى بتاعتها هي اتمليت أصلا، تمام؟ فل بالطريقه دي. طيب وبعد ما اتملت ما اعمل ايه؟ ما التاني لو راح اشتغل وكمل مل عليها يعني، فكده هيحصل بقى الليكس اللي انت قلت عليه او التسريب اللي انت قلت عليه. قال لك مفيش الكلام ده، هتروح اصلا هتلاقي زي ما هي كلها فاضيه، تمام، امبتي فاضيه، تقوم رايحه مليها وتخلص تيجي ريكوست الثالثه والرابعه وكده، وكل ده طبعا في لحظات سكندز، تمام. طيب فالموضوع كده لطيف جدا. هتقول لي بس على فكره المفروض ده عيب، انا شايف ان ده عيب. ليه عيب؟ هتقول لي ما انا هخزن الداتا بتاعتي ازاي يا عم طالما مفيش ميموري اصلا شغال. هقول لك اصلا مجرد ما البي اتش بي بتنتهي كلها من السكريبت واكسكيوتنج كمان الاوبريتنج سيستم بيعمل كلير لكل الميموري ده. هتقول لي ايوه برضو انا لسه مصر عند رايي ان هو عيب. هقول لك ما هو ده معناه ان البي اتش بي ما بتقدرش تشير
الداتا اللي رايحه في الريكوست 1، فنفترض ان هي حطت يوزر اسمه احمد، ده مش هيلاقيه، مش هيلاقي، هيروح هيلاقي الدنيا فاضيه خالص. هتقول لي اه ما انت كده اثبتت العيب بتاعي، هقول لك لا، هي ما بتشيرش الداتا بتوين الريكوست، يعني ما بتعملش شير للداتا بين الريكوست والتانيه، اه علشان هي ما بتستخدمش الميموري زي التطبيقات الويب التقليديه، بس هي عندها طرق الخاصه بيها. والبي اتش بي هنا بتستخدم او بتعتمد على حاجه تانيه او سيستم اسمه السيشنز، تمام؟ والسيشنز هنا معناها الجلسات، وبتحفظ فيها شوية الداتا بتاعتها. أصلا السيشنز بتستخدم نفسها عشان تخزن فيها الداتا، وبتستخدمها زي ستوريج ميثود، تمام؟ وطريقة التخزين دي مش دي الوحيدة بتاعت البي اتش بي، أنا ممكن أستخدم فايل، ممكن أستخدم داتابيس، وكمان كل ده طبيعي جدا نستخدمه، ودي أصلا الحاجة المفضلة للبي اتش بي. فإذا ما بقتش عندي عيب، وبقى عندي الدنيا لطيفة وسهلة وسريعة جدا، والدنيا فوق ما تتخيل، تمام؟ فإذا كده انت فهمت حاجات كتيرة قوي عن البي اتش بي، وعرفت اللغة اللي هتتعلمها دي، وكمان اظن ان انا ايه حببتك فيها. فالحد هنا انت تمام جدا وكويس جدا، واشوفكم بإذن الله في المحاضرة الجاية في الكونكرنسي او التزامن، علشان نعرف اكتر عن البي اتش بي، ونعرف الابليكيشن بتاعنا ازاي بيشتغل، وناخد معلومات اكتر ونبني نوليدج اكتر علشان نبقى بي اتش بي مونسترز. اشوفكم في المحاضرة الجاية بإذن الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.